ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بالف خير وبصحه وسعاده يا رب. اللهم بلغنا رمضان. النهارده من تحضيرات رمضان الحلوه عملنا مع بعض طريقه عمل مرقه الدجاج في البيت، بس ايه، مش هتلاقيها في اي قناه تانية وتحدي غير هنا وبس من مطبخ جيجي على قد ايدي، وهبهركم يعني هجننكم يا حبايب قلبي جيجي. وما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي، عشان الحلقه بجد تستاهل ان انتوا تتفرجوا عليها وان انتوا تشوفوها، وان انا ما بخلش عليكم باي معلومه. يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقه. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي الفيديو ده مختلف شويه، طلب مني كتير قوي، هنعمله بالطريقه بتاعت بره واحلى بدون مواد حافظه. طب هتعملي لنا ايه يا جيجي؟ هنعمل مع بعض النهارده مرقه الدجاج الفوريه في البيت، هنعملها كلها خضار زي ما انتم شايفين كده اهو، هنعملها من الخضار، هندخل عليها توابل مميزه، التوابل دي هي اللي بنضيفها ليها، بس اهم حاجه عايزاها دلوقتي الخضار ده. بتحطي فيها ايه يا جيجي؟ تعالى اوريكم واحده واحده بحط فيها ايه. اولا الخضار ده مش متنضف ومش مغسول ولا اي حاجه، هيتنضف وهيتغسل وكل حاجه، بس انا حبيت الاول اوريكم كل حاجه على الطبيعه. تعالوا نشوف محضره ايه معايا. اول حاجه عايزه في الموضوع حاجه اسمها كرفس افرنجي، ده شكله كده اهو زي ما انتم شايفين، بتبقى العيدان بتاعته تخينه شويه والورقه تخينه كده زي ما انتم شايفين او كبيره. ده مش الكرفس البلدي بتاعنا اهو، ده الكرفس الافرنجي. هتلاقي كده هما بيبيعوها كده مع بعض كلهم كده، يعني ايه الربطتين او الثلاث ربطات كده على بعض، هتلاقيهم سعرهم 10 جنيه. هي هو بيبقى غالي شويه بس بيبقى طعمه حلو قوي. عايزه انا ده، مش عايزه البلدي عشان البلدي هيغمق لي الشوربه، انما ده ما بيغمقش الشوربه ابدا ابدا وبيدي طعم حلو قوي. هنحول الحاجات دي كلها البودر، هنحولها ازاي هنشوف مع بعض. اول حاجه معايا الكرفس، طبعا مش هاخد الكرفس ده كله بس هو بيبيع الحزمه على بعضيها. احنا هناخد جزء وهسيب لكم اللينك بتاع ازاي تجففي الكرفس في البيت وتحوليه لباودر او تشيليه طريقه حفظه في الفريزر، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف او في اول تعليق علشان ترجعوا تشوفوا لو انتوا جايبين كميه كرفس وعايزين تجففوها. احنا هناخد بس منه حبه صغيرين. فاول حاجه كده معايا الكرفس، ولازم يكون افرنجي. هنا بقى معايا التوم الجديد اهو نزل يا جماعه، اهو التوم الجديد اهو. هستعمل منه كده برده كام راس كده من التوم ده، هجففه واحوله لباودر، هنعرف ازاي كل حاجه مع بعض. طبعا هيتنطف ويتقشر كده هيتقشر يعني، هوريكم واحده كده وانا بعملها، ممكن اوريها لكم كده دلوقتي وانتم معايا اهو، علشان انا ايه لما انطف الباقي اهي. بصي بتتعاملي معاها زيها زي البصل، هتقطعي دي كده من فوق وتقشري كده اهو بالشكل ده، تمام. هو كده خلاص تمام قوي معايا. هنضف بقى كل الجذور اللي من تحت دي، او هقطع كده اهو لغايه هنا، هاخد بقى انا الجزء ده، تمام. يبقى انا هنضف كميه التوم بتاعتي بالشكل ده. فاحنا كده قلنا كرفس وقلنا توم. هاخد كمان معايا حزمه، ده اسمه كرات او الكرات، يعني شوفوا انتوا بقى بتقولوا عليه ايه، انا بقول عليه كرات. المهم ايه، دي حزمه واحده بس، ده برضو بيدي طعم حلو قوي قوي، بيديكي مرقه الدجاج بتاعتك هيديكي طعم روعه. حزمه واحده بس هنضفها برضو وتتغسل كويس، كل الخضار ده مش مغسول. كمان معايا بصل، البصل بتاعنا اللي هو ايه، البصل البلدي ده اللي هو بالعروق بتاعته الاخضر ده، هنضفه برضو، هنضف لكم واحده عشان تبقوا شايفين الدنيا عامله ازاي. بصي هنضفه كده اهو، هشيل برضو الراس دي اهو واقشره كده اهو. وعايزه برضو انا من الورق ما ترميش، مش تقصي بقى زي التوم، لا بصي شيلي بس كده ايه يعني لغايه هنا اهو كده اهو، ونروح قاطعين كده اهو، تمام. عايزه انا بقى بقيه البصل ده كده اهو، طبعا هعمل برضو شويه كده اهو، هعمل الكميه اللي انا هوريها لكم. معايا كمان في الموضوع ايه، معايا في الموضوع جزر اهو، هاخد برضو الجزر بتاعي هنضفه واقشره واظبطه. معايا كوسه، الكوسه برضو مهمه قوي مغذيه، لما تتحول معاكي البودر مش هتحسي بيها. انتوا شايفين بقى في حاجه يعني شويه كده غريبه، بس هي دي ليها فعاليه حلوه قوي. بطاطس، ازاي جيجي بطاطس؟ اه بطاطسايه واحده بس على الكميه بتاعتك. ليه بقى؟ انا عايزه لما احول البطاطس لبودر هيعمل ايه،
هتبقى معايا عامله زي النشا بتاعه البطاطس. نشا البطاطس دي بقى هي الماده الحافظه اللي هتحافظ على الخضار بتاعي، تمام؟ يعني هي النشا بتاعه البطاطس دي مش هتخلي لا الخلطه لا تعطل معاكي ولا تبوظ، ولو قعدت سنه عندك الماده الحافظه البطاطسايه دي، النشا بتاعه البطاطس نفسها لما هتنزل على المكونات دي وتتحول لبودر هتحفظ لي المكون وبرده قيمه غذائيه عاليه. طبعا انا بقى ايه، هنضف كل ده، والكوسه برضو هقشرها بسيط، او لو عايز تعمليها بقشرها مفيش مشكله، المهم تتغسل بس كويس قوي. هغسل بقى الحاجات دي كلها وهقطعها، وهرجع برضو اسيب لكم واحده ولا اتنين عشان اوريكي التقطيع عامله ازاي، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا بقى، انا نسيت اقول لكم كمان على في حاجه كده كانت مستخبيه تحت الخضره مش شايفيها معانا كمان في الخلطه دي، حزمه بقدونس. البقدونس فايدته ايه؟ فايدته كبيره جدا جدا، بيخلي الدسم بتاع الشوربه قليل، بيمص معاكي الدهون، وكمان بيدي طعم حلو ومغذي وكل حاجه. ناقص البقدونس، هنحط البقدونس وهنحوله برضو لمجفف معانا، هنشوف كل حاجه هنضفه. بس انا حبيت اقول لكم ان في حزمه بقدونس كانت في الموضوع. تعالوا اوريكم الكرفس ده بيتنضف ازاي. بصي، اول حاجه بتشيلي الراس دي كده اهو، تمام؟ دي بنستغنى عنها، اللي هي الجذر دي، خلاص كده اهو مش عايزينها بقى في حاجه. هاجي بقى من هنا اهو، هطلع بقى ايه ورقه ورقه كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا كل ده مش مغسول، هيتغسل اهو بالشكل ده. كل العروق دي ما بتترميش، مش بناخد الورقه ونرمي الساق، الساق برده مهم اهو. ده شكل اللي هو الافرنجي مش البلدي اللي احنا بنقول عليه. دي بقى بتبقى طريه كده وفيها كمان كل الريحه بتاعت الكرفس، وكمان ما بيسودش معاكي الشوربه خالص. ده بقى شكله، كل الحاجه دي هتتنقع في ايه؟ هتتنقع في ميه بخل علشان ما يكونش فيها اي حاجه، كل الطينه دي تنزل ونسيبها كده منقوعه في الميه بخل دي يجي اكتر من ايه، من نص ساعه كده ولا حاجه، علشان نتخلص من كل البكتيريا اللي موجوده في الخضار بتاعنا. وطبعا بقيه الخضار اهو نضفت كله اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. نضفت كده الكوسه، نقشرت الجزر، كمان نضفت الكرات، نضفت حزمه البقدونس، وادي البصل اهو، وكمان الثوم والبطاطسايه اتقشرت اهي بالشكل ده. الثوم فين؟ الثوم اهو اهو، نضفته برده بالشكل ده. وبقيت الجزر وكل حاجه، كل الحاجه دي هتتغسل، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف بنقطع الحاجه دي ازاي. تعالوا بقى نشوف الخضار الاول، هوريكم ازاي بقطعه. بصوا انا مش بقطعه، انا هبشره في المبشره. لو عايزه تعمليه في الكبه اعمليه في الكبه، المهم ان انا عايزاه ناعم اهو. هاخد الكوسه هبشرها، تمام اهو بالشكل ده، عايزاها مبشوره، وعايزه الجزر برده مبشور برده بالشكل ده، والبطاطسايه هبشرها برده، وهخلص البشر كله وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هعمل ايه في الخضره. بصوا بقى، انا دلوقتي بشرت كل الخضار اهو، اللي هو البطاطسايه واحده بس، خليكم مركزين معايا، والجزر حطي الكميه اللي انت عايزاها، والكوسه برده حطي الكميه اللي انت عايزاها. زي ما انتم شايفين كده انا عامله كميه كبيره جدا، لان انا واثقه انا بعمل ايه. طبعا بعملها بقالها سنين، بعمل كميه كبيره عشان تقعد عندي. تعالوا بقى نروح مع بعض نشوف الخضره كمان هنقطعها ازاي. تعالوا بقى اوريكم، طبعا الكميه معايا كبيره، انا اوريكم بس كده امثله التقطيع ازاي. بصي، اول حاجه الكرات ده، تمام، انا عايزاه طبعا الحاجه اتغسلت كويس قوي. بصي عايزاه صغير قوي كده اهو، بصي بالشكل ده اهو كده، كمان هيجي اصغر من ان انا اخرطه على الـ اللي هي القطاعه، يعني كده على ايدك هيبقى اصغر اهو. ده بالنسبه للكرات كده اهو، عايزاه صغير كده زي ما انت شايفه. بالنسبه برضو لل اهو اسمه ايه، والله نسيت الكرفس. بالنسبه للكرفس برضو عايزاه كده اهو، بصي اهو عماله اقطع في ايه، صغير اهو بالشكل ده. الكرفس الافرنجي ده عايزه اقول لكم متعه في الاكل بجد، هيعجبك جدا جدا، وبيغير معاكي وبيشيل الزفاره وبيخلي فعلا الاكل طعمه في منتهى الجمال. اهم حاجه بس ايه، خلي بالك ان الحاجه تبقى متقطعه صغير اهو كده اهو، تمام. والاوراق بقى بتاعته اهي، اهم شويه اوراق اهو، بصي برده كده اهو صغير كده اهو، تمام. ده كده بالنسبه لايه، للكرفس والكرات. ده بقى البصل، ده البصل ده قصدي الثوم، ده الثوم الجديد اهو، ده الثوم الجديد برضو. بصي هتعامل معاه اكني واخده ايه، بصي بصلايه اهو، هقطع كده اهو برضو ايه صغير كده اهو معاكي. بصي انا بوريكوا كل حاجه بالتفاصيل اهو،
لو حابه تضربي الحاجه في الكبه اضربيها، بس انا بحس ان هي بتروح فايدتها مش زي ايدك. ايدك بتبقى ايه، بتبقى لما كل الفايده بتاعتها، انا عايزه كل الفوائد بتاعتها. ده كده التوم اهو، بصي كله بقطع كده اهو، شايفين ده ما بيترميش اهو، هقطعه برضو، هو طري كده اهو، ده برضو ايه هيتقطع كده لحد الاخر. تمام اهو، بس هي السكينه ايه مش حاميه قوي فمضايقاني، هجيب انا السكينه الحاميه واقطع كل حاجه. البصل اهو برضو ايه زي ما قلت لك هتتعاملي معاه زي التوم كده اهو، قطعي صغير خالص اهو. وبرضو العروق اللي من تحت دي عايزاها، هقطع فيها كده اهو صغير. المهم ان انا هقطع كل حاجه، بس انا حبيت اوريكم الايه الفكره. وادي البقدونس، البقدونس برضو عايزاه صغير جدا جدا جدا. هقطع بقى الخضره كلها وبعدين هقلبها على الخضار ده ونشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بقى بعد ما قطعت كل حاجه اهي زي ما انتم شايفين، اهم حاجه الخضار بتاعك يبقى ناشف ما فيهوش ريحه الميه. تمام، بصوا بقى دلوقتي انا محضره معايا صواني اللي هي صواني الفرن دي. تمام، هعمل ايه بقى، هاخد كده اهو تمام وهفرش في الصينيه. بصوا انا هوريكم عشان تشوفوا اكتر، هشيل ده من هنا واحط الصينيه هنا اهي. بصي بقى الصواني انا مش عايزاه فوق بعضه، انا عايزاه علشان يتنشف معايا عشان انا هنشفه في الفرن. يعني ايه هنشفه في الفرن؟ هقولك، هولع الفرن واسيبه يولع كويس جدا ويسخن قوي قوي قوي، وبعد كده اروح شايله على طول الفيشه بتاعه الفرن، او لو فرن كهرباء او فرن غاز اروح طافياه، وبعد كده اهو اروح مدخله الصواني بتاعتي تفضل بقى في البوتاجاز يوم اتنين تلاته لغايه لما تنشف جدا جدا جدا، وبعدين اجي امسكها الاقيها بتتكسر معايا. هوريكم بقى شكلها بعد ما تخلص. المهم ان انا هعمل الصينيه كلها كل الكميه في صواني، بس ما تكونش فوق بعض، تكون متهويه كده بالشكل ده علشان ما تنزلش معاكي ميه، الخضار ما ينزلش ميه، ينشف بمنتهى السهوله ما يبقاش لازق في بعضه. كمان انا عندي فرن كهرباء وعندي فرن بوتاجاز اللي هو بتاع البوتاجاز العادي ده. تمام، هولع البوتاجاز العادي وهولع فرن الكهرباء علشان ادخل الصواني كلها مره واحده، احط اتنين هنا واتنين هنا اهو علشان اعمل الكميه كلها مره واحده، ما استناش اسيب ده وده استوى وده ما استواش والكلام ده كله. يعني اعملي الكميه كلها ودخليها مره واحده، والفرن اول ما تقفلي البوتاجاز تروحي مدخله الحاجه بقى بتاعتك على طول، هتفضل فيه يوم اتنين تلاته لغايه لما تمتص كل الرطوبه او كل الميه اللي فيها وتتحول معايا لحاجه ناشفه جدا، وهاخدها وبعد كده نطحنها في المطحنه اللي هي بتاعت توابل وتتحول معانا باودر. مش هقابلكم بقى ان شاء الله بعد ما يعدي 3 ايام ونشوف الدنيا فيها ايه ونحط عليها ايه والدنيا هيبقى فيها ايه. يلا بينا اشوفكم ان شاء الله بعد 3 ايام. تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض مرقه الدجاج بعد ما نشفت بالشكل ده. بصي سامعه الخضار كله ناشف ازاي وفاتح اهو مش غامق اهو، خدت معايا 4 ايام بالظبط. تمام، عايزه اقول لك بقى ان انت بتولعي الفرن من كل مثلا ايه مرتين ثلاثه في اليوم كده اهو، على اساس تسخنيه كل ما بيبرد تسخنيه وتقلبي الخضار بتاعك. بس انا عايزه اقول لكم مش كله كله انا حطيته في صينيه واحده، ده بعد ما نشف حطيته بقى كله كله في صينيه واحده بعد ما نشف. تمام، لو حطيتيه كله في صينيه واحده هيحصل ايه، هيبوظ وهينزل ميه وهيطرى معاكي وهيعفن وهيحصل حاجات مش كويسه. يا اما شايفه ان مش هينفع معاكي في البوتاجاز، في طريقه تانية. ايه هي؟ لو ربنا كده كرمك كده بشويه شمس حلوين، عندك سطوح كده حلو، عندك بلكونه فيها شمس، او قدام باب مثلا بيجيله شمس او اي حاجه، هتجيبي الصواني بتاعتك هتحطيها وهتحطي عليها شاشه تكون مفتحة كويس، شاشة اوعي تحطيه كده لحسن يجي عليه دبان ولا حاجة. الراجل يدي عليا يقول لي بهدلتني وجالي تسمم. المهم ايه، اهم حاجة ان انتي تحطيه في حتة يكون فيها شمس، هيتحمص في الشمس اليومين دول، الشمس حلوة قوي. من حين لحين كده قلبي فيه قلبي فيه قلبي فيه. وعايزة اقولك كمان ان الشمس التحميص بتاعها احلى كمان من الفرن. يعني شوفي بقى انتي اللي يعجبك، اديني قلتلك طريقتين، المهم ما تشتغليش غير لما تلاقيه بقى
بصي ناشف جدا 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 بالشكل ده. لو في سن الطراوة يبقى استني عليه، ما تستعجليش. لو قعد عندك اسبوع برضو بينشف مفيش مشكلة، مش لازم 4 ايام او 3 ايام، على حسب انتي الجو عندك عامل ايه. المهم هاخد دلوقتي حبة حبة هطحنهم في الكبة بتاعة الخلاط اللي هي بتاعة التوابل، مطحنة التوابل عشان عايزاه باودر خالص. هروح اطحن الحبة دول وبعد كده نرجع نشوف ايه التوابل اللي بتتحط عليها وازاي نطلع الشوربة بتاعتنا بنفس بره بالظبط ومن غير مواد حافظة ومن غير اي كيماويات. يلا بينا هروح اخلص دي ونرجع مع بعض تاني. بصي بقى اهو ده شكلها بعد ما اتطحنت. بصي اهي، بصي شكلها اهي اتحولت معايا البودر كده، كل الخضار بقى بودر اهو. وبصي الكميه الكبيره اللي انا كنت عاملاها عملت لي الحبه دول. يعني ما تقوليش بقى انا عامله كميه كبيره، لا ما هي هتصفصف لك في الاخر على حبه صغيرين. عايزه اقول لك ان هما بقى بيزودوها نشا وبيزودوها دقيق وكلام من ده كله عشان تكتر معاكي، وطبعا ما بيبقاش فيها الحاجات دي. عايزه اقول لك ان الريحه نفسها لما اتطحنت طلع عليا حلوه جدا. ممكن تاخديها كده من غير الاضافات اللي انا هحطها وتعمليها في برطمان وتكتبي عليها مرقه دجاج خضار، يعني مرقه خضار، يعني دي يعني خضار بس. الناس اللي هي مش فيه بيتباع كده مكعبات بتبقى مرقه دجاج خضار ومرقه دجاج لحمه ومرقه دجاج فراخ والكلام ده كله، دي بقى مرقه دجاج خضار بس. يعني لو حابه تعملي شوربه خضار دي بقى فيها كل الخضار فتحفظيها، دي مرقه دجاج خضار. احنا بقى عايزينها بطعم بقى بره اللي هي مرقه الدجاج اللي هي تديني النكهه بتاعت اللحمه والفراخ. هنشوفها دلوقتي التوابل هنحط ايه، وهجيب الطبق بتاع التوابل اوريكم احط ايه. تعالوا بقى نشوف مع بعض التوابل الفظيعة الرهيبة اللي انا هحطها عليها، هتديني نفس بره وكمان هتنفعك قوي قوي في الشوربة. بصوا بقى معايا اول حاجة كمية محترمة كده من ورق الراولي، هنا معايا معلقة كبيرة من البردقوش. البردقوش ده حاجة سحر سحر سحر، وبتحرق الدهون بطريقة غريبة. معايا عودين اتنين كده او تلاتة من المسمار اللي هو اسمه قرنفل، تمام. معايا كمان هنا دي معلقة كبيرة من الخولنجال. الخولنجال لو مش موجود مفيش مشكلة، هنستبدله يعني بالحاجات التانية مفيش مشكلة، بس ده يعني فظيع طعمه حلو قوي. هنا كمان معايا حبهان صحيح برضو كده بتاعت معلقة كبيرة كده حبهان، لان احنا عاملين كمية محترمة. معايا نص حتة من جوزة الطيب، دي اختياري مش اساسي. معايا حبة هنا من الكوبيبة الصيني. معايا معلقة سكر كبيرة ودي مهمة جدا في الوصفة بتاعتنا دي. معايا كمان معلقة كبيرة من الجنزبيل، وهنا معايا ده زر ورد، لو موجود موجود مش موجود ما نقزمش الدنيا، نستبدل بقية الحاجات التانية. هنا معايا حتة صغنونة قوي 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 من عود القرفة، مش عايزه قرفه كتير عشان ما تبانش فيها، بس عايزه حاجه بسيطه عشان تضيع لي اي زفره في الشوربه. معايا هنا كمان معلقه كبيره من الزعتر، وده زعتر بري. طبعا العطاره دي كلها انا لسه جايباها من عند عم مصطفى زي ما صورت لكم في الفيديو اللي هو بتاع التوابل، اسعاره حلوه جدا. عنده حاجات برضو رهيبه فريش، يعني مش قادره اقول لكم، يعني لازم تروحوا تجيبوا من عنده. وادي التوابل بتاعتنا اهي، هاخدها بقى على المطحنه هطحنها كويس قوي. لو تحبي ان انت تشوحيها كده زي كده انا هاخدها كده اديها تحميصه على البوتاجاز علشان الزيوت بتاعتها تطلع والريحه تطلع اكتر. هديها تحميصه بسيطه قوي في الطاسه بتاعتي، يا دوبك بس كده تشم النار تطلع كل الزيوت بتاعتها الحلوه، واطحنها وهقلبها على الخلطه بتاعتنا الاولانيه ونشوف هنعمل ايه. وادي التوابل بتاعتي اهي، ريحتها فظيعه بعد ما اتطحنت اهي بالشكل ده، تمام. وادي الايه الخضار اللي اتطحن برضو، هقلب بقى الاتنين على بعض. حابه تحطي ملح علشان انتي بتدوقي مرقه الدجاج كده بتلاقيها فيها ملح، حابه تحطي ملح حطي، حابه تخليها كده وانتي تبقي تملحي براحتك، تمام. انا اديتك الفكره واعملي زي ما تحبي. انا هحط ملح بس هحط ملح بسيط جدا مش هحس بطعمه، بس على اساس بس ان هو ايه يبقى كمان ماده حافظه ويحفظ لي التوابل بتاعتي. فهحط بقى دول على بعض وبعد كده اوريكم كمان شكلها بيبقى عامل ازاي بعد ما بتعمل ميكس على بعض. ادي مرقه الدجاج بتاعتنا اهي، بصي الكميه عامله ازاي. اتحداكي لو لقيتي حد عامل مرقه الدجاج زي بتاعتي دي، اتحداكي بنفس الطعم وبنفس الجوده. بصي حاجه كده بجد من الاخر هتعمليها وهتدعي لي احلى دعوه، هتغير معاكي طعم الخضار وطعم الشوربه وطعم الاكل، حاجه كده بقى من الاخر. عايزه اقول لك بقى على تكايه كده لو عايزاها بقى ايه يعني
زي بره بقى بالسنتوفه. هتجيبي كيسين من اللي هي شوربه مرقه الدجاج الفوريه دي، هنجيب 2 بس، وعلى الكميه دي كلها طبعا ما فيهاش اي حاجه، هنحط كده الكيسين بالشكل ده، هفضيهم وهقلبهم بقى معاها. هيعمل لي بقى ميكس بقى ايه اللي هي ايه، خدت بس الطعم فهماني، بس هي اصلا طعمها مرق الدجاج فظيع، ولا شويه الخضار اللي احنا حاطينهم دول صحيين بطريقه، اصلا التحميص ده بيديني يعني حاجات حلوه قوي في الخضار بتاعي، التحميص، ولا بقى لو معمول بقى على الشمس يبقى احلى واحلى حاجه بقى، صحيه جدا بس يغطي الخضار. تمام، هعبيها بقى ببرطمان واكتب عليها مرق الدجاج فوريه. بس كده خلصت كده الدنيا بتاعتنا. ايه رايكم بقى النهارده في الحلقه بتاعتنا؟ مش حلوه بجد؟ عجبتكم؟ استنوني بقى، لسه في مفاجآت ومفاجآت ومفاجآت، وهبهركم يعني هجننكم. والحلقه النهارده كانت ضرب نار، وكانت حصري على قناه الشاشه فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. واستنوني يا حبايب قلبي جيجي، مع السلامه.